السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، فلوق جديد، جوله جديده. غادي ندير لكم واحد الجوله في واحد الحانوت معروفه، الحانوت تاع 5 أورو 10 أورو، هي حوايج زوينين، جابوا حوايج زوينين وباثمنه مناسبه. نبقاو معنا حتى اخر فيديو ان شاء الله يعجبكم الفيديو. المهم هنايا في الدخله جابوا هاد اللي مول ديال الفران، اللي كيدخلوا الفران ديال الزاج، كاينين هادو زوج ب10 أورو، كاين الشكل الاخر. جابوا هادو ديال العطريه حتى يعني بالشبكه ديالهم بكلشي، زوينين حتى هادوك. وكاين هاد القراعي يصلحوا العطريه ولا القطاني، كاين هاد الشكل هذا، ممكن تاع 5 أورو، كاين 10 أورو. وكاين هادو الكبار بحال هكا تاع ترونس. وجابوا هاد هادو الحاملات ديال الشموع بحال هكا، فيهم الكولور الفضي وكاين الذهبي، والثمن ديالهم 5 أورو الواحد. وهنايا جابوا هاد الكؤوس، الكيسان تاع المناضة او الماء على هاد الشكل، دايرين لهم 10 أورو. كاين هاد الشكل عاوتاني تاع هو زوين، كاين هادو شكل طوال، وكاين الشكل بحالهم ولكن كيجيو شويه قصارين بحال هكا. الثمن مناسب، هو الباك فيه 6 الكؤوس ب10 أورو. كاين هاد الطبلات بحال هكا، كاين الابيض، كاين النحاسي، وكاين الاسود. صراحه هاد المره جابوا حوايج زوينين وثمن مناسب. كاين هاد لي فاز تاع هادو بحال هكا، كاين هاد الكبير ب15 أورو، كاين ديال 10 أورو، وكاين ديال 5 أورو. وجابوا هنايا هاد الفناجل بهم بالتبسيط ديالهم 2 أورو بها بالتبسيط. كاين هادو اللي فيهم الوانات والشكال، كاين اللي مزوقين، كاين اللي سامبل حتى هما. وكاين هاد الفوطات ديال الكوزينة، كاين ديال 3 أورو، كاين 2 أورو. كاين الوانات مختلفين، كان على هاد الشكل هذا، راه باك فيه واقيلا 6 ب10 أورو. كاين هادو ديال 5 أورو. وجابوا هاد المغارف هادو بهم بالحاملة ديالهم، كاين هادو 10 أورو وفيه 8 ديال البياسات. كاين عاود هاد الشكل 5 ديال البياسات ب5 أورو. وكاين هاد الشكل الشكل الثالث ديال السيليكون، هادو ب10 أورو. وكاينين هادو او الثاني ب3 أورو، يعني فيهم غير زين، جايين على هاد الشكل بهم بالخلاط اليدوي. وهنا جابوا هادو بهاد الشكل، هادو ديال اللي كيحطوا عليها الحوايج هكا بعد ما نغسلوهم باش يقصروا، جايين بحال الشبكه. الثمن ديالهم 5 أورو، كتجي بحال هكا. وهنايا كاين هاد الشكل ديال الخشب على شكل طبقات، كي حامله كيجيو على حسب الديكورات، على حسب تحطوا فيهم هكا الاطباق على فوق الطابله، يعني كاين كبيره ومتوسطه والصغيره. هاد الشكل هذا جابوه جديد، كيدير 10 أورو. كاين عاوتاني هادو ديال الكوزينه تاع الغسل الموعن 5 أورو. وهنايا كانوا جابوا هاد القراعي هادو، الماء ولا الزيت العصير، كاين في احجام مختلفه.
وهادو هاد الشكل داير الزفورو القرعه فيها بالقفاله ديالها يعني كتسد مزيان بحال هكا كما كتشوفوا، كيجيو الماء ولا العصير ولا الزيت زوج اورو الوحده. كاين هاد الشكل هادو اللي ملونين حتى هما زوج اورو. وهنا جابوا هاد الشبكات الثلاجه هكا الخضراء دايرين بحال هكا يعني ديال البلاستيك. وهنا جابوا هاد الصفايه هذا دايره 6 اورو الوحده بالصفايه ديالها الطحانه، ماشي الصفايه ديك الطحانه اليدويه اللي بها وبالكسكس ديالها. الثمن ديالها 6 اورو يعني ديال اينوكس حاجه زوينه مهم فيها 5 ديال البياسات. ومعها كما يبان لكم معها حتى المغرب الكبيره. وبهاد الجهات جابوا هاد الزرابي هادو زوينين، هادو اللي كيجيو مريشين هكا بحال اللي فيهم الصوفا مريشين دايرين 15 اورو كما كتشوفوا فيهم اللوانات، كاين الاسود والجرين والبيض. فيها 100 يعني 100 ل 150. وكاين هاد الشكل اخر هادو ماشي مريشين كيجيو هكا ملسين 15 اورو الوحده حتى هما زوينين خفافين. وكاين هادو كبارين على اللوالا هادو دايرين 25 اورو حتى هادو مريشين وزوينين وفيهم حتى يعني هادوك اللي ما مريشينش حتى هما دايرين 25 اورو بالحجم الكبير. هادو هما. وفي هاد الجهة جابو هاد السكبيرات الباك بحال هكا، كاين الكبيرة المتوسطة وزوج صغار اللي كيمشيو بحال هكا بخمسة اورو. صراحة كلشي موجود كلشي كاين غير اللي ما بغاش يشري. وبالنسبة للزرابي كاين حتى الصغار ديالهم كيجيو صغار كيجيو هكا على جبنة موزية ولا ديرنا 10 اورو الوحدة حتى هما فيهم اللوانات. وهاد الجهة جابوا الفوطات فيهم هاد داير بحال الاورانج، كاين هاد الزرق وكاين هاد الجري الثمن ديالهم 3 اورو الوحده. وهنا جابوا هاد التطبيقات بحال هكا هما ديال الحلفه زوينين هكا الخبز فيهم الصغار بحال هادو وفيهم الكبار ديالهم الثمن ديالهم 5 اورو الواحد. وعندهم اليدين ديال الانوكس او الحديد. وهنا كاينين هاد الديكورات ديال الثلاجه كيف يلصقوا هكا في الثلاجة في هاد هاد المادلين وهاد هاد الشكل بحال هكا. وهنا كاين هاد الشيتات اورو بها بالسباتولا ديالها. وهنايا كاين هاد الزلايف هادو اورو الوحدة كيجيو زوينين وهادو عدة استعمالات دير فيهم ديك فواكه الجافة دير فيهم شحال من حاجة. هادي حاملة ديال الكيك حتى هي دايرة 10 اورو، هادي دايرة 10 اورو والاخرى 5 اورو. وهادي بالغطاية ديالها حتى هي دايرة 10 اورو. وهاد الجهة كاينين الطباسة يعني الباك فيه 12 بياسة و 15 اورو الحجم الصغير والمتوسط والكبير كاملين فيهم 12 بياسة ب 15 اورو. يعني هاد الشيء كامل اللي راكم تشوفوا 15 اورو في 12 بياسة. وكاين اللي فيه 18 بحال هادو البويو فيهم 18. هاد الزرق هادو دايرين هما 20 اورو. و
ومن في هاد الجهه كاين هاد الطنجرات او مرميطات صغيرين حجم صغير ولكن ثقال، عندهم كما كتشوفوا الغطايه ديال الزاج كاين 5 اورو، وهذا المهرس صغير ديال 3 اورو. هذا بلا ديك الحاجه اورو. وهنايا هاد الجهه هادي كاين هاد الكلات هادي كيكون زوج كيديروا التورتيا ولا هي بها بالغطايه ديالها. وكاين هاد المكالي ب10 اورو، هاد الجهه هادو خفافين ولكن هادو هما اللي زينين، هادو اللي ثقالين، هادو ثقالين وزوينين زي حاجه متينه ب10 اورو الوحده هادو كاملين. وكاين هادو كيتمشيو هكا بجوج بيهم، كاين الكبيره وكاين الصغيره ب15 اورو. وكاين الطناجر هادو كاين الكبيره كاع كما كتشوفوا كبيره، وكاين المتوسطه وكاين الصغيره 30 اورو، يعني كتمشي هاد الباك 30 اورو، يعني تاع الانوكس زوينين يعني ثلاثه بيهم. وكاين هادو عاود ثاني ب10 اورو، وكاين حتى هاد البويض ب10 اورو، يعني بالكبيره الصغيره كاين اللي عريضه كاملين ب10 اورو، كاين هادو اللي تحتانيين ب15 اورو الوحده. بصراحه كلشي موجود وكل حاجه والثمن ديالها والثمن مناسب اللي ما بغاش يشري. كاين عاود هادو شوفوا 5 اورو زوينين حتى هادو. هنايا كاين هادو حتى هادو ديال العطريه على هاد الشكل 5 اورو بها بالقاع ديالها. ايوا صافي البنات، حتى لهنايا غادي نكونوا وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى الفيديو تاع اليوم ينال الاعجاب ديالكم، اشتركوا في القناه الا ما كنتوش مشتركين، مرحبا بكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم، ومع السلامه. Thank you.